يعني كنت انا في حاله يعني الموت عم يتقارب مننا. ف صوت اخواتي قطع يعني ما يعني تموا لفتره هيك طويله وانقطع صوت اخواتي. انا كنت نايم فحسيت على الشيء في البيت شيء غريب لا يوصف، مثل حجر طاحون، مثل أرجوحة عم نتخبط فيها الحيطان متسطح التخت أنا وزوجتي. فسمعت صوت خواتي عم بيصيحوا أثناء نزول البناية، أثناء نزلت البناية. فأنا وزوجتي صرنا تحت الأنقاض لا حول ولا قوة، لا أنا بقدر بعمل شيء ولا هي بتقدر تعمل شيء. الدنيا سودة وغبار في وش عم نستنشق الغبار. فيعني أخذت المدة يعني حوالي 10 ساعات وأكثر أقل ما بعرف، يعني كنت أنا في حالة يعني الموت عم يتقارب مننا. أيوة فصوت إخواتي قطع يعني ما يعني تموا لفترة هيك طويلة وانقطع صوت إخواتي. فقلت لحالي أنا يعني وممكن يعني يكونوا أحياء أو ممكن استنشقوا من هالغبار وانتقلوا إلى رحمة الله. زوجتي بدها تصرخ وتعيط، فقلت لها طولي بالك وصلي على النبي وكبري. متنا منكون نحن شهداء عند ربنا. وان طلعنا أحياء بيكون الله كاتب لنا عمر جديد. فتمينا على الشكل حتى طلعنا برا البناء، استنشقنا الغبار، استنشقنا يعني اشياء اللي ما بتنوصف كلياتنا. بعد الخروج من البنايه المهدمه فاسعفوني للمشفى وضليت 3 أيام بالمشفى على اثر ربو وحبس نفس، طول نار وزاز، تخطيط قلب لانه الغبار كلياته استنشقنا. وهذا الشيء اللي صار. فبعد من الفترة من الزمن الطويل أطلعونا شباب من أهل الخير العائلة، فطلعنا لبرات البناية المهدمة. فنظرت وإذا يعني وضع أخوتي تحت البناية بعد ساعات طويلة طيلعون منتقلين إلى رحمة الله، ارتحموا إلى رحمة الله. نحن من بيت غنام فقدنا اخوتي وعائلتي انا المخصصه بالذات، يعني فقدنا 17-18 شهيد. عائله بيت الغنام ككل 56 شهيد ل60 شهيد. فهذا اللي صار عنا يعني نحن بنتمنى الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنه. فانضرينا اضرار يعني ماديه كمان، ونحن بحاجه الى مأوى يقاوينا، لا عنا مأوى ولا عنا شيء. يعني صرنا يعني بالخيام برا، اللي عنده خيمه واللي ما عنده، واللي عنده زاد مثلا واللي ما عنده. فهذا الوضع يعني انه يعني مأساوي وشغله ما بتنوصف، يعني ما عدت علينا في تاريخ الزمان ابدا.